وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم يسأل على قصة زواج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أجمعين حين خطبها عمر، ولما كشف عن ساقها فقالت: أما إنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضربت وجهك. فنقول أيها الفضلاء الكرام، هذا الأثر رواه سعيد بن منصور في السنن من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة علي فذكر منها صغرا، فقالوا له: إنما أدرك فعاوده، فقال: نرسل بها إليه تنظر إليها. فرضيها فكشف عن ساقها فقالت: أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. رواه عبد الرزاق من طريق أبي جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته فقال: إنها صغيرة. فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها. فقال فكلمه فقال: أي أبعث بها إليك فإن رضيت بها فهي امرأتك. قال: فبعث بها إليه، فقال فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. ورواها أيضا عبد الرزاق من طريق الأعمش قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال: ما بك إلا منعها. قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك وقد أنكحتك. فزينها وأرسل بها إليه فقال: قد رضيت. فأخذ بساقها فقالت: والله لولا أنك أمير المؤمنين لصففت عينك. وهذه الروايات كلها ضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان قد صحح هذه الروايات معتمدا على تصحيح ابن حجر لها في التلخيص الحبير، لأن ابن حجر كان يرويها عن محمد بن علي بن الحنفية. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: فلما طبع المصنف مصنف عبد الرزاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظم رحمه الله، فوجد في السند أنها عن محمد بن علي بن الحسين اللي هو الذي كان بأبي جعفر الباقر من أتباع التابعين. فرجع الشيخ الألباني رحمه الله عن ذلك التصحيح وحكم عليه بالضعف والانقطاع، لأن أبا جعفر لم يدرك عمرا، ولد بعده قرابة 20 سنة لم يدركه. وكان الشيخ الألباني وقافا رحمه الله، ولا يمنعه شيء أن يرجع عن الخطأ رحمه الله رحمة واسعة، حتى أنه يعني دعا في نهاية تخريجه لهذا الأثر أن يغفر الله عز وجل ما زلت به الأقلام ومن نبى عن الصواب. فرحمه الله رحمة واسعة. وخرجها في الضعيفة في تخريج الحديث رقم 73 و200 و1000، وقال أنها مرية بجعفر الباقر، وهو لم يدرك زمان علي رضي الله عنه. أبو جعفر الباقر يروي عن جديه الحسن والحسين، وليس له أن يروي عن جد أبي لأنه لم يدرك، فضلا أن يدرك زمان عمر فالقصة منقطعة. وأيضا رواية الأعمش كذلك منقطعة، فالأعمش متأخر أيضا لم يدرك زمان علي، فضلا على أن يدرك زمان عمر رضي الله عنه الصحابة أجمعين، فالقصة منقطعة من طريق الأعمش. لكن أصل القصة في زواج عمر من أم كلثوم ثابتة، وقد ولدت له زيدا، زيد بن عمر. وقد روى عبد الرزاق من طريق عكرمة مولى ابن عباس أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب. أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: وأم كلثوم من فاطمة، يعني بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال له زيد. وطبعا عمر لما طالب الزواج من بنت علي رضوان ورضاه، يبين لك سبحان الله يعني محبة الصحابة على القرب من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنه لا ضغينة ولا بغضاء بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رضا على المبتدعة والرافضة الذين يقولون بين الصحابة كان في شحناء وبين آل البيت. ما في أي شحناء، جلة الصحابة تزوجوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من السلف من يجمع ما بين سفينة بنت الحسين وزينب بنت طلحة. وعبد الرزاق روى من طريق عكرمة قال: تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم وهي جارية تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة، فقال: إني لما تزوج من نشاط به،
ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سب ونسب منقطع إلا سبي ونسب حبت أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ونسب. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريقه، وراه الضياء في المختارة، وراه البيهقي في الكبرى، والهيثم في المجمع، وراه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل. والثقة قال الألباني في الصحيح صحيح بمجموع طرقه، وله شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث المسغر بن مخرمة رضي الله عنه الصحابة أجمعين. إذن قصة الكشف عن الساق لا تصح، لكن قصة الزواج عموما فهي تصح، وقد ذات له زيد بن عمر رضي الله عنه الصحابة أجمعين. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.